عشان كيف لاعب كبير ولا بالنسبة لي هو النجم الأول يا فندم هو روح الفريق. الحمد لله اتصال الله سبحانه وتعالى شكرا للجمهور الكبار، شكرا للجمهور اللي كان محضر داعم معنا، شكرا للجمهور اللي غضب علينا وتمناه انه يرجع ان شاء الله باقرب وقت مثالي. مقابله كوكب كانت مثاليه، المسانده تشجيع فرحنا ان شاء الله نتمناو هذا الشيء في المقابله ديال الفريق ديفيزيون. اهم حاجه عندنا هو انه يكون فرحنا باذن الله. عندي واحد السؤال سي رشيد، السؤال الاول شنو هي اللحظه اللي حس فيها رشيد دارع ان غلطه؟ الناس اللي مشى على كلوب اللي حسيت بها انا كنت تابع من بدايه المقابله من بدايه الدوري اننا غادي نطلعوا فاز غيتوخ بدات كتبان تتضح الرؤيه اننا الا درنا استراتيجي لي ماتش لي ديرني ماتش تكون واحد فينيش بيرفيت ان شاء الله وركزنا مزيان وعلى حساب الخير غادي ندوزو وعلى حساب لي بلاسمون وعلى حساب لي جوغ لي جايين كانت استراتيجي اننا الا كونسونطينا مزيان كانت اون موتيفاسيون كانت اون ديتيرميناسيون غادي نفوزو غادي نربحو ان شاء الله ربي ما خيرناش ان شاء الله. ومن جهه ثانيه شنو هي اللحظه اللي تحس بها رشيد دارع وكل الدفاع سجل ان الصعود تفصل؟ ما عشنا معاكم العام كامل. الا كانت بعض الناس انها شكات في المقابلات ما تعدنا فيها ان الصعود تفخر حنا بقينا مركزين لان ان بوان في لو غيتور راه كيسوى بزاف دونك دائما في الصعوبه ديالنا كنا كنركزو على ان بوان راه غادي يوصلنا للدور. دائما كنا كنقولو في بدايه الدوري ان راه الصعود راه يبقى حتى المقابله الاخيره من الدوري وحتى الدقائق الاخيره. الحمد لله ربي ما خيبناش وكانت النظره ديالنا متفائلين متفائلين ودائما متفائلين مستقبل ظاهر مع حسن الجديدي ومستقبل انتصارات باتجاه لهذا الجمهور. المستقبل ديال رشيد هاد الساعة كانت على الكونترا مع الدفاع ديال يوناني نتمنى يكون خير ان شاء الله. واحد الكلمة للجمهور؟ شكرا شكرا للجمهور الجديدي ركن القلب حنا ولاد جديدة والله الفرحة ديالتهم الى كدرنا توريشة وجهنا تما صحابنا ولاد بيتنا اهل ديالنا كان في ليل الهم بزاف دونك كانت عندنا مسؤولية كانت عندنا كونترا بروفيسيونيل مع ليكيب كانت عندنا كونترا دابارتونونس ولا حب الانتماء ديال الفرقة راه في القلب الدفاع ونتمناوها دائما في الاعالي ان شاء الله. سي رشيد شكرا شكرا عليكم.